وللحديث أكثر عن تطورات المشهد في فلسطين المحتلة ولا سيما في القدس والضفة الغربية في ظل الانتهاكات المتصاعدة على يد الاحتلال الصهيوني، معنا من غزة المتخصص في الشأن الأمني والعسكري السيد رامي أبو زبيدة. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام، حياكم الله. حياكم الله. أولا، كيف تقرؤون الأحداث التي توالت في اليومين الأخيرين؟ اعتداء في جنين وتسعة شهداء، ثم تلتها عملية فدائية وعملية أخرى، وهناك حالة غليان حقيقية في الشارع الفلسطيني ربما تذهب باتجاه انتفاضة ثالثة كما أشارت بعض الصحف العالمية. يعني أخي الكريم، واضح أن الضفة الغربية والقدس المحتلة تشهد تنامي واتساع في أشكال العمل المقاوم للاحتلال، وخاصة المقاومة المسلحة اللي تميزت في الفترة الأخيرة بالشجاعة والجرأة على المواجهة وتنفيذ عمليات ضد قطعان المستوطنين والاحتلال أيضا، ونماء بؤر للمقاومة الفلسطينية في جنين ونابلس. يعني ارتفاع ملحوظ في أعمال المقاومة بالضفة الغربية منذ بداية العام الماضي 2022 بلغت أكثر من 10,000 عمل مقاوم، بينها 639 عملية إطلاق نار و33 عملية طعن وأكثر من 13 عمليات دعس. أدت هذه العمليات منذ بداية العام الماضي إلى مقتل أكثر من 31 مستوطن، بالتالي تتزايد المخاوف لدى القادة العسكريين لدى الاحتلال من انتشار وتسارع وتيرة العمل المقاوم في الضفة الغربية. نعم. وباتوا يرون أن إسرائيل اليوم والاحتلال يقترب بخطوة كبيرة نحو معضلة استراتيجية وبداية مرحلة جديدة في الصراع. تتميز هذه المرحلة بانخراط فئة من الشباب غير مؤطر، غير معروف بجهة أنه من نشطاء المقاومة ضمن الفعل المقاوم. بالتالي ما يحدث بالضفة والقدس فجرت هواجس القلق داخل دولة الاحتلال من انفجار انتفاضة ثالثة، وهذا ما عبر عنه كثير من قادة الاحتلال وقادة الاستخبارات، أن المؤشرات واضحة منه أن الضفة الغربية والقدس باتجاه موجة عمليات وموجة ثورة جديدة ضد الاحتلال. نعم، هذه الموجة من النادر أن تبقى هكذا أستاذ رامي، يعني قد تتطور بفعل تسارع الأحداث وتصبح الفصائل الفلسطينية هي رأس الحربة في الحقيقة بعد سلسلة العمل، لأن الاحتلال سيوجه ضرباته بالتأكيد إلى تلك الفصائل المقاومة. السؤال الآن عن احتمالية تصاعد الأوضاع مستقبلا في ضوء ما تفضلت به، ولا سيما أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بمنح تراخيص بحمل السلاح، وهم طبعا بطبيعة الحال المستوطنون دائما يحملون السلاح، لكن هناك أعداد جديدة إضافية كما قال ابن كفير ستصل إلى 17,000 مستوطن تقدموا بطلبات من أجل الحصول على تراخيص لحمل السلاح. هذا سيصنع حالة من العدوان المتواصل والفوضى التي ستفجر الأمور على ما يبدو. صحيح، نحن في مرحلة حساسة، تصاعد العمل المقاوم، تصاعد عمليات العدوان والبطش على شعبنا الفلسطيني. أمامنا مناسبات عديدة في الأسابيع القادمة ودخول شهر رمضان، عدة أعياد للاحتلال، موضوع الأسرى، كلها عوامل قد تساهم في تصاعد العمل المقاوم وتصاعد الإجرام الإسرائيلي. بالتالي أيضا من شأن السماح للجماعات الاستيطانية المتطرفة بحمل السلاح أينما حلت أن يشعل أور الضفة الغربية والقدس ويفجر الأوضاع المحتقنة أصلا فيها، وذلك لأنه عندما يتوفر السلاح بدون صعوبة في أيدي المستوطنين الأكثر غلوا والأكثر تشددا الذين يقيمون بالمستوطنات، وهم ما يقارب حوالي 750 ألف مستوطن في مستوطنات مترامية الأطراف وقريبة من المدن والأحياء الفلسطيني. بالتالي هذه إشارة على حجم التصاعد الذي من المتوقع أن يكون في مواجهة هذه الحالة. الاحتلال من خلال سماحه بتسليح المزيد من المستوطنين والإعراز لمن لديهم سلاح بحمله هو يستهدف كل فلسطيني، وبالتالي هذا يخالف القوانين الإنسانية والدولية، وهذا الأمر سيفتح بابا جديدا من الصراع والتوتر الدائم مع الفلسطينيين. بالتالي
سيجعل هناك مواجهة بين الفلسطينيين والمستوطنين بخلاف المواجهات القائمة الآن، ولأن العنف والإجرام من قبل المستوطنين سيجبر وسيزيد من العمليات من الجانب الفلسطيني، نعم. ولن يتوقف نضال شعبنا وفعل المقاوم الذي هو رد فعل تلقائي على سياسات وإجرام الاحتلال. نعم، هناك زيارة مرتقبة لبلينكين، وأنت تعرف موقف السلطة كان باتجاه عدم إدانة هذا العمل المقاوم على غير عادتها، والأمريكان يعني مستائين من ذلك، وهناك حراك سياسي أيضا. هل تعتقد أن ما يجري الآن أصبح أكبر من أن يحتوى سياسيا، والأوضاع بالفعل تسوء شيئا فشيئا، أم أن الأمر سيعود إلى ما كان عليه، وخاصة عودة السلطة إلى التنسيق الأمني مستقبلا؟ أخي الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية وكل الإدارات السابقة هي منحازة بالفعل للكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة لا يمكن أن تعلن أنها ستقف بجانب الشعب الفلسطيني على حساب الكيان الصهيوني في يوم من الأيام، فالميزان الأمريكي يميل دائما لكفة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني. لا نتوقع من زيارة وزير الخارجية الأمريكية ولا من الإدارة الأمريكية المنحازة كليا للاحتلال الإسرائيلي، وخاصة عقب الموقف الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بعد عملية القدس وتغاضيها عن إدانة الاحتلال لاغتيال أكثر من 32 فلسطيني منذ بداية شهر يناير الجاري، وهذا يؤكد ويوضح الانحياز التام وعدم وجود أي إرادة سياسية. زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين لن يحمل جديدا بالشأن الفلسطيني. هدف الزيارة هو كما يتحدث خفض مستوى العنف في المنطقة كما تسميه واشنطن، والهدف الآخر هو الضغط على السلطة لإبقاء العلاقة مع الاحتلال قائمة بما فيها التنسيق الأمني الذي أعلنته القيادة الفلسطينية. وللأسف هذه شماعة، كل ما تحدث أحداث في فلسطين تطلقها السلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع لا نرى فعلا يؤكد ما تعلنه السلطة الفلسطينية، وهذا ما يؤكده الجانب الإسرائيلي وقادته الأمنيين عدم خوفهم من هذه الإعلانات، لأنه في الواقع العملي هناك يتم التعاون ويتم التواصل مع الاحتلال. التعويل اليوم هو على الشعب الفلسطيني، التعويل هو على الشعب الفلسطيني الذي قفز فوق كل قياداته، وهو الذي يأخذ اليوم زمام المبادرة في الرد على العدوان الاحتلال المستمر ضد شعبنا ومقدساته. هذه المبادرة بحاجة إلى أن تدعم، يعني ليس كافيا فقط أن يقوم بعض الشبان بهذه العمليات الفردية، إنما أن تتحول إلى حالة عامة. كيف يمكن أن تتحول إلى حالة عامة؟ يعني نحن الآن في خضم حالة تنامي لهذه المقاومة. المقاومة الفلسطينية الآن في الضفة الغربية ليست كما كانت قبل أعوام. هناك كما تحدثت عدة بؤر للمقاومة في نابلس في جنين، هذه البؤر تتوسع وتنتقل إلى قباطية، وهذه تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي، وهناك خلايا عسكرية وهناك دعم لها، وأيضا هناك مبادرات فردية ينطلق بها الشباب الفلسطيني في مواجهة العدوان الفلسطيني. بالتالي نحن أمام حالة مقاومة شاملة تعم الأراضي الفلسطينية، تقف خلفها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كدرع حامي للشعب الفلسطيني في مواجهة تغول الاحتلال، وهي تؤكد دائما أنها لن تقف ولن تصمد في ظل هذا العدوان. بالتالي هذه الحالة الفلسطينية، المقاومة في الضفة تتواصل تتوسع، وشعبنا أدرك في اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه لن يرد إليه حق إلا من خلال المقاومة والفعل المقاوم والمواجهة مع هذا الاحتلال. أشكرك جزيلا الأستاذ رامي أبو زبيدة، المتخصص في الشأن الأمني والعسكري من غزة.